رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم ببرنامج سلام الكويت. بهذه الفقرة نتكلم عن موضوع مهم جدا. أحيانا نذهب إلى العمل ونحاول أن نجتهد والكل يجد بجانب العملي حتى يصل إلى أفضل يعني صورة في الجانب العملي، يرضي المسؤول، يرضي رب العالمين بأداء للعمل. ولكن يعني لا سمح الله أحيانا بعض الظروف اللي تواجهنا أثناء تأدية هذا الواجب، بعض الإصابات تصير حق الموظفين سواء المقيم أو حتى الكويتي. لكن إصابات العمل كيف يتعامل معها القانون، وكيف تتعامل معها الإدارة، وشلون أنا ممكن يعني أواجهها قانونيا، وإذا عندي بعض الشكاوى اللي أبي أقدمها تم إهمالي لا سمح الله، شو ممكن أنا أقدم شكوى وأخذ حقي؟ لأن أحيانا البعض لا يعرف هذه الأمور. اليوم نتكلم عن إصابات العمل، ولكن في البداية عندي تقرير صغير خلينا نشوفه وبعدها أرجع أرحب بضيف الكريم ونسولف بإصابات العمل. يعرف القانون إصابة العمل بأنها تلك التي تحدث أثناء العمل أو بسببه كالذهاب والعودة بغض النظر عن الإصابة ونوعها، وهو موضوع شائك تتداخل فيه الآراء، فثمة المظلومون الذين تأذوا ولم ينصفهم صاحب العمل من خلال تملصه من الحقوق المترتبة عليه بشكل قانوني، وثمة أيضا متنفعون منها دون وجه حق، وبينهما من أخذ حقوقه القانونية بشكل تام من الناحية العلاجية أو التعويضات المالية. وعلى أي حال لا بد من تصنيف إصابة العمل وتحديد نوعها من خلال لجنة مختصة التي تحدد درجة الضرر وتبني عليها الحقوق والتعويضات أيضا. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، مرة أخرى أرحب بالمحامي اللي حرص اليوم أن يتواجد معنا، الأستاذ أحمد الفيلتشاوي، حياك الله معنا وسعداء بالتواصل وإياك ومساك الله بالخير. مساك الله بالنور، أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين. حياك الله معايا. أنا قبل شوي قاعد أتكلم على إصابات العمل، ولكن دائما يعني يعرف بشكل مختلف لدى القانون، ودائما القانون ينظر إلى الأمور نظرة حيادية يعني خالية من العواطف، ويعرفها وفق أطر معينة قانونية. لو بتكلم على يعني إصابات العمل كيف عرفها القانون؟ طبعا تعريف إصابات العمل بالنسبة للقانون، إصابات العمل هي كل إصابة تحدث مع العامل سواء في نطاق عمله أو منذ لحظة خروجه من المنزل للذهاب إلى العمل أو العودة من العمل إلى المنزل. حتى العودة؟ حتى العودة تشمل الإصابة. تشملها إذا كان هذا العامل طالع من بيتهم متوجه إلى جهة عمله في على قولتهم يعني طريقة صحيحة، عدم ما في انحراف أو توقف في السير وأصاب له حادث أو على قولتهم لا قدر الله أي مشكلة أثناء ذهابه، فهذه تعتبر من إصابات العمل. تمام، شنو أنواع إصابات العمل؟ طبعا إصابات العمل تختلف، وفيها الإصابات الطفيفة والإصابات البليغة والإصابات اللي تؤدي إلى حالة الوفاة لا سمح الله بعيد الشر عنا وعن المسلمين. دعني أستاذ أحمد أركز على نقطة مهمة جدا، يعني قبل شوي قاعد تسولف على إصابة العمل، قلت إن في طفيفة في بليغة شوي، من اللي يحدد؟ يعني شلون اعرف اذا هذه طفيفه ولا بليغه؟ من اللي ممكن انه يفصل في هذا الامر ويحكم ويكون في تمييز بين النوعين؟ طبعا اي عامل تحوشه اي اصابه او اي حادث ضروري يتوجه الى مستشفى او جهه طبيه. تمام. يعني في تقرير اولي ممكن انه يسويه الدكتور اللي يتم مراجعته للعامل، يحدد لك ان هذه والله اصابته مثلا طفيفه او بليغه، او يمكن احالته الى الطب الشرعي في لجنة طبية هناك متخصصة تعطيك مدى الإصابة أو نسبة الإصابة بالنسبة للعامل نفسه. تمام، هم يحددون يعني. إيه نعم. تمام. طب في لوائح معينة في الشركات موجودة ولا في بشكل عام هناك لائحة عامة تضبط هذا الموضوع ولا؟ شوف بالنسبة للإصابات أكيد في جدول أصدر وزير وزارة الشؤون. تمام. اللي هو جدول
الإصابات أو جدول الديات يسمونه. يعني مثلا خلنا نقول إذا مثلا أنت صارت لك حادثة أو صارت لك مشكلة في العمل، إصابة في مكان عملك، خلنا نقول إيدك انكسرت لا سمح الله، أو أن مثلا صار في شرخ في أحد أجزاء الجسم، كل إصابة لها نسبة، ففي جدول مرتب لك جميع الإصابات سواء من هو اللي ينظم كل شيء. ايه هو اللي ينظم لك، يعني ما يصير تقول والله أنا مثلا عامل هذا نفرض أنه صبع مكسور ياخذ له تعويض 10,000 دينار، لا في قانون معين في جدول وفي لجنة بالنهاية. في جدول وفي لجنة طبية اللي تحدد. تمام، شلون أتعامل مع المتضرر؟ يعني كيف يتم التعامل مع المتضرر إذا تضرر وصارت له إصابة أثناء العمل؟ يعني شنو الإجراءات اللي اتخذها؟ تبي شلون طريقة التعامل معاه كصاحب عمل أو كرب عمل أو عمل. طبعا أي حادث يحدث في مكان عمل لازم تبلغ عنه. أوكي. طبعا طريقة البلاغ أما تكون عن من صاحب العمل نفسه، واضح، زين، أو العامل أو أي أحد من العمال اللي موجودين مع العامل المصاب، لأن في بعض الإصابات ممكن أن العامل ما يقدر حتى يتحرك يطلب النجدة أو أنه يتصل أو أنه يبلغ. تمام، فمسموح لأي شخص أصلا أنه يبلغ عن هذه الإصابة. طبعا يتصل أول شيء على مغفر الشرطة اللي هو أو دايركت تتعامل مع الداخلية، يعني لازم تبلغ العملية لأن هذا في إصابة، وأنت العمليات هي اللي تحولك على الإسعاف إذا يحتاج أو يحتاج نقل إلى المستشفى. أنا لا سمح الله واحد طاح قدامي بالدوام، الحين قدامي طاح، آخذ أروح المستشفى ولا أدق على الداخلية؟ لا، أنت إذا على قولتهم يعني الإصابة بسيطة، يعني رضة، لو افترضنا الإصابة كانت قوية لا سمح الله، أحد قدامي طاح وإصابته قوية الحين بالدوام، اخذ اروح المخبر ولا المستشفى دايركت عشان اثبت الحاله؟ لا، لازم تتصل على العمليات عشان يدزوا لك اسعاف. يمكن انت عشان تسعف هذا ما بسعفه، انا باخذ وصله. انا قاعد اقول لك على حسب الاصابه، يعني يعني في احنا نشوفها بالشارع بعض المرات تصير حوادث بالشارع، تلاقي اللي مسوي الحادث بالسياره ما يقدر يتحرك، تمام، ويونك ناس على بنا بيساعدونه ويطلعونه من السياره يشلون الريال، والسبة شلتهم غلط حق هذا الشخص. تمام. فأنت لما تشوف واحد مصاب غلط أصلا أنك أنت تشيله أو أنك تسعفه وأنت ما عندك أي خلفية عن الإسعافات الأولية. تمام. فأنت إجراءك صحيح أنك تبلغ. تمام. أنك تبلغ أول شيء العمليات وهم يرسلوا لك الإسعاف ويجيلك ناس متخصصين مسعفين، هم يعرفون شلون يتعاملون مع هذا. تمام. فهم أول ما راح يودون المستشفى، ما راح يودون الداخلية. لا، يودي المستشفى، بس أنت في المستشفى في تحقيق في تسجيل رقم قضية أو حادث أو غيره أو غيره، وبعد ما تخلص أنت من المستشفى إذا حادث ولا شيء تطلع من المستشفى وين تروح المغفر. تمام، عرفت شلون؟ هذه جهات رسمية لازم 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 يتم اتباعها. تمام، راتب المتضرر شلون؟ افترض ان قاعد بمستشفى فوق الشهر. شوف، بالنسبة لرواتب العمال، طبعا مثل ما قلت انا الاصابات تختلف، في بعض الناس ممكن تحوش اصابة في العمل تاخذ لها ممكن خلينا نقول شهرين. تمام. او 4 شهور او 5 شهور، عندك من يوم الاصابة لغاية 6 شهور العامل يستحق راتبه كامل. تمام. لكن بعد 6 شهور يستحق نص الراتب. اوكي، عرفت شلون؟ اذا كانت مده العلاج لهذا العامل المصاب تكون اقل من 6 شهور يستحق الراتب كامل ولا ينقص منه اي دينار، ولكن اذا عدى 6 شهور ياخذ نص راتب. ليه متى؟ لغايه ما يتشافى من الاصابه او ان تثبت ان هذه الاصابه خلاص دائمه. اذا كانت دائمه شو راح يصير معه؟ اذا كانت دائمه يا انه يستمر هو في العمل او انه خلاص ما يقدر يشتغل، انه يستغيل، زين، واضح، او انه خلاص انا كصاحب عمل انا قاعد اشوف ان هذا العامل خلاص مريض، ما راح يقدر يسوي او يؤدي الاعمال اللي كان يسويها. يعني خلينا نقول مثلا عامل
في بنيان واضح زين انكسرت ريله حاشته اصابه في ريله يعني ما يقدر يمشي اساسا شلون يبي يشيل هذا طابوق واسمنت وغيره 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 فيتم الاستغناء عنه يعني انهاء خدماته وياخذ مستحقاته ويشوف ما له تعويض المتضرر انا قاعد اقول لك يتم انهاء خدماته وياخذ مستحقاته اذا في له مستحقات ياخذها أوكي. لكن انا ما اقدر اعطيك رب عمل انا ما اقدر اعطي عامل راتب كامل وانا ما قاعد استفيد منه لا لا ولا الحين انا مثلا لقيت ان انا مو مستفيد منه وهو يعني تسبب العمل اثناء تأدية العمل تسببت او تسببت الظروف بان تسبب لعاهة طول حياته وياه ما المفروض يكون له هناك مثلا في دية او مفروض يكون في تعويض له الدية المتوفي تكون المتوفي الدية لكن التعويض التعويض ياخذه يستحق العامل ياخذ التعويض لا تعويض لان يعني. لان اساسا اي عامل تحوشه اصابه عمل في مكان العمل او مثل ما قلت لك اذا كان طالع من البيت ورايح دوامه او راد من الدوام راجع البيت وحاشته اصابه صاحب العمل اصلا مجبور ويتكفل في علاجه اوكي زين تكون على صاحب العمل وحتى الادويه تكون على صاحب العمل والراتب يستحقه لمده 6 شهور ناهيك عن التعويض ولا هذا هو التعويض بس لا اذا كان في اصابه إيه؟ مثل ما قلت لك انا في جدول ديات واضح جدول الاصابات هو انت لما تحدد لي الاصابه نسبتها ايش كثر فبموجب هذه الاصابه او التقدير نسبه التعويض تاخذ ياخذ التعويض تمام عرفت شلون بعدها اذا العامل هذا ينهي خدماته او ان صاحب العمل يقول لك انا استغني عن خدماتك انا عالجتك ومشيت لك رواتب 6 شهور وعالجتك على حسابي واعطيتك التعويض اللي تم تقديره لك خلاص انا ما قصرت معك يعني انا اللي علي سويته لك تمام عرفت شلون طيب في حاله لا سمح الله لا سمح الله الوفاه تعرض هذا العامل للوفاه اثناء العمل هل للاسره حق المطالبه بالديه اكيد شوف بالنسبه لحالات الوفاه الاصابات اللي تؤدي الى حالات وفاه نص الماده 251 من القانون المدني اجبر او حدد حتى الديه قيمه الديه بروحها بس للمتوفي 10,000 دينار ال10,000 دينار هذه تختلف عن التعويض المادي او النفسي الضرر النفسي يعني في ناس او في عمال اهاليهم برا الكويت يعتمدون عليهم اعتماد كلي يعني هذا قاعد يعيش اسر برا اوكي زين فمن حقهم اساسا انه ياخذون الديه وياخذ تعويض اوكي زين التعويض شلون ياخذه؟ التعويض طبعا لازم هني يلجا الى المحكمه لازم اي ياخذ يرفع دعوه وياخذ اللي هو قيمه الديه والتعويض طبعا المحكمه اوريدي راح تحولها الى الطب الشرعي لانها تستعين في اداره خبره عشان تقيم لك شنو مدى الاضرار اللي تسببوا فيها ذوي المتوفي اذا خارج الكويت مثلا حتى اذا خارج الكويت لازم يكون في شخص هني وكيل عنهم او محامي او اي شخص طبعا الدية دون اللجوء للمحكمه لا الدية ممكن انت الحين يعني انا في صاحب عمل توفى ايه؟ عندي عامل ايه؟ اذا انا لي صله او لي اتصال مع اهله انا ممكن اوصلهم له من غير هذا وتثبت انك بس انك تثبتها يعني اوكي ما اعطي دية 10,000 وبعدين اهلي يجون يرفعون دعوه تمام بينما التعويض هني يكون في محكمه ايه اذا رب العمل اذا رب العمل اراد ان يعوض دون اللجوء للمحكمه ممكن عادي ما في مشكله بس انه لازم في شيء رسمي عشان انه ما يرجعون عليه عرفت شلون يعني انا ما يصير انا ادفع دية واعطي تعويض وبعد سنه واحد من اهل المتوفي اتفاجأ انه هو رافع علي دعوة يطالبني بالدية ويطالبني بتعويض تمام التعويض دون اللجوء للمحكمة تاخذه وفق القانون وفق النصوص اللي قبل شوي تكلمت عنها من وزارة الشؤون حسب الجدول اللي موجود لا سمح الله اذا تعرضت لإصابة صاحب العمل ما يبي يعطيني تعويض هني ما لك الا حل واحد اللي هو اللجوء الى القضاء تمام يعني انك انت ترفع دعوه ضد صاحب العمل والمحكمه اكيد هي راح تجيب لك حقك يعني ما فيها كلام يعني ما راح تكون على قولتهم راح تكون المحكمه محايده
لا هي مع صاحب العمل او العامل، يعني ما تنظر له والله هذا كويتي وهذا غير كويتي، او هذا على قولتهم كبير ولا هذا صغير، ما في واحد ما على مسطرة على مسطرة واحدة. تمام، فهمت شو؟ في كثير من العاملين ما يعرف حقوقه، ما يعرف شنو له وش اللي عليه، يعني ممكن يعرف انه هو يروح يؤدي المهنة اللي عنده ياخذ راتبه، ولكن ممكن يكون له حق وما يعرف ياخذه من صاحب العمل، او حتى صاحب العمل كان مو واضح معاه، فكان في استغلال لهذا العامل في الشركة او في المؤسسة او في المكان اللي يعمل فيه، في المنظمة اللي يعمل فيها. هذا الاستغلال كيف ينظر اليه القانون؟ شوف، انت سالفة الاستغلال ما تقدر تثبتها على شخص بدون، او على قولتهم يعني مجرد تعامل بين صاحب عمل وربع. كيف يتم اثباتها او شيء؟ يعني هذه سالفة انك انت تثبت انه والله في استغلال، لازم تكون في مؤشرات واضحة. انا ما اقدر اقول انت يا فلان انت اليوم استغليتني على اساس انك تبي توصل حق الشغلة الفلانية. حلو. ما اقدر انا ادش بنيتك النوايا، فهمت شلون؟ تمام، يعني لكن اذا تم اثباتها شيء صعب، صعب اني اثبته واحد. لكن اذا ثبت زين، يحق للعامل انه يلجا الى القضاء وياخذ حقه، اذا لا حق ياخذ حقه انه تم استغلاله بشكل. لكن ما في عقوبه تنزل على صاحب العمل اذا كان في استغلال او كان في سوء نيه، خلينا نقول. تمام، عرفت شلون؟ تمام. واللي معارف يعني حقوقه من العمال شلون تنصحه؟ في كثير ما يعرف شو اللي عليه، يعني ممكن يعرف، قلت لك انا ادي وظيفه وخلاص يطلع الثمان ساعات ويطلع او عدد الساعات المعينه، لكن ما يعرف شو اللي عليه. شو ممكن يعرف العامل؟ شو ممكن يعني يعرف حتى الموظف؟ انا بعرف شو اللي عليه، شلون اعرف؟ شوف، طبعا اي جهه عمل لازم يكون في لها قوانين وفي لها لوائح داخليه. واضح، عرفت شلون؟ وبالوقت الحالي صعب نقول ان في شخص يجهل شنو حقوقه او واجباته. تمام، يعني اذا انا ما اعرف اكيد في معاي زملاء، في معاي عمال، واحد يعلم الثاني. استحاله يعني ان هذه الحاله ممكن تصير في الوقت الحالي. نعم. يعني لو تكلمني قبل 10 سنوات او 15 سنه اقول لك ممكن، لكن في الوقت الحالي لا. ممكن حتى وهو بالتلفون يعرف، يدش على جوجل او اي برنامج، ممكن يدش على اي قانون وهو قاعد مكانه، ما يحتاج انه يتعنى او يروح حق مكتب محامي او يسال شخص قانوني. تمام، وهو بمكانه. كل الشكر والتقدير لك. الله يسلمك، يعطيك العافيه على التواصل معنا يعني بهالفقره، وكنا نتكلم عن اصابات العمل. الكلمه الاخيره اللي توجهها للساده المشاهدين وكذلك للعاملين اللي مو ملتفت لحقوقه وما يدري عنها والمفروض انه يلتفت اليها، يعني انه في المستقبل ما يدري شنو ممكن يصير، شنو تنصحهم؟ شوف، انا اول شيء انصح تواجد دائما ادوات الاسعافات الاوليه في اماكن العمل بالنسبه لاصحاب العمل. تمام. يعني انت اذا كصاحب عمل اذا ما تامن المكان لهذول العمال، يعني هذول مهما كان خلنا قاعدين نقول ان هذول بشر، يعني لازم انك انت كصاحب عمل تراعي الله فيهم. هذا اول شيء. الشغله الثانيه بالنسبه للعمال، مثل ما قلت لك يعني استحاله نقول ان اليوم في عامل يجهل حقوقه. صحيح، عرفت شلون؟ وسلامة عمرك، ما 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 في ما في الا الخير يعني. قواك الله، كل الشكر والتقدير لك، يعطيك العافيه على التواصل معنا بهذه الفقره. كان معنا الاستاذ احمد الفيلتشاوي محامي، كان يتحدث عن اصابات العمل. راح نروح فاصل صغير ونرجع نتواصل معاكم بفقره جديده.